يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام رحمه الله: والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ما معنى قوله مستكبر؟ ولماذا لم يقل إنه كافر؟ هل هناك فرق بينهما؟ والممتنع عن الاستسلام له مستكبر، ما معنى قوله مستكبر؟ ولماذا لم يقل كافر؟ هل هناك فرق بينهما؟ الكافر مستكبر، الكافر مستكبر، وكل ما كافر فهو مستكبر عن عبادة الله عز وجل. نعم، فالذي حمله على الكفر هو الاستكبار. نعم.